السلام عليكم. النهارده عايز اتكلم ازاي نعمل انفرنس لو كان عندي اكتر من رول. احنا عرفنا قبل كده اللي احنا عملناه قبل كده بامثله حتى محلوله، ان انا بيكون عندي رول واحده، ومن خلال الرول دي ان عندي وان رول، من خلال الرول بجيب هنا النيو بتاعت الامبليكيشن، ماشي، وبدخل كانبوت الميو اي داش، وبيطلع لي اوتبوت ميو بي داش. عملنا الكلام ده لو عندنا رول واحدة بس. طيب لو افترضت ان عندي اكتر من رول، لو عندي if x1 is a1 x1 is a1 of 1 and x2 is a2 of 1 then y is b1 of 1. والرول التانية خدها هي تاني بس بقيم تانية، هنا هيبقى اتنين وهنا هيبقى اتنين وهنا هيبقى اتنين. ماشي، فانا دلوقتي عندي اتنين رولز، ازاي اعمل انفيرنس باستخدام اتنين رولز؟ قال لك عندك طريقتين، يعني ازاي اجيب الميو بي داش من خلال الاتنين رولز. عندي طريقتين، ماشي. اول طريقه composition based inference. الطريقة دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك احنا هنجيب النيو بتاعت الامبليكيشن بتاعت اول رول، ونجيب النيو بتاعت الامبليكيشن بتاعت تاني رول، وبعد كده ندمج الاثنين ميوز دول مع بعض ونجيب ميو كومبوزد او كومبوزيشن. يعني انا ممكن هجيب الاول، هجيب ميو كيو بتاعت الامبليكيشن بتاعت اول رول وباكس وواي، وبعد كده هجيب الميو بتاعت الامبليكيشن 2 بتاعت رول تاني باكس وواي، وبعد كده هاخد الاثنين دول كده مع بعض وادمجهم كده واطلع منهم ميو كيو وباكس وواي اللي فعلا هستخدمه. طيب بعد ما اجيب النيو كيو، نسميها نيو كيو، نسميها ميو كيو، انا هسميها اي اسم من عندي، ده مش اسم ستاندرد، يعني هسميها نيو كيو مش عارف، نيو كيو ستار مثلا، اي حاجه يعني، وباكس واي. هاخد النيو دي بقى واحطها هنا جوه الصندوق ده، فهحط هنا النيو كيو ستار دي وادخلها هنا النيو اي داش، وتطلع لي النيو بي داش بنفس الطريقه القديمه. فالفرق بقى دلوقتي ايه؟ ان انا هجيب النيو بتاعت اول واحده والنيو بتاعت تاني واحده، وبعدين ادمجهم مع بعض بشكل ما، واجيب النيو ستار واستخدم النيو ستار دي. طب ازاي ادمجهم؟ قال لك ممكن تعتبر او ممكن تخلي النيو كيو ستار دي اوف اكس وواي عباره عن نيو كيو واحد وب x و y and او اللي هو intersect يعني نيو كيو 2 وب x و y. ماشي، ممكن تعمل كده، وممكن or تخلي نيو كيو ستار وب x و y عباره عن نيو كيو 1 وب x و y union نيو كيو 2 وب x و y. وانت ممكن تدمجهم يا اما بالانترسيكشن يا اما باليونيون، وطبعا هتختار بقى نوع من انواع الانترسيكشن من كل انواع كتير قوي اللي عندنا، او نوع من انواع اليونيون من كل انواع اليونيونز كتير قوي اللي عندنا. طب ده معناه ايه؟ او يعني امتى اعمل انترسيكشن وامتى اعمل يونيون؟ على حسب، ده برضه ديزاين تشويس، يعني في الاخر الموضوع كله فازي، الموضوع كله يعني ماشي كده ايه حسب الديزاين يعني. بس لو انا عارف ان الرولز كلها، يعني لو انا عايز اكون ستريكت قوي، عايز اعمل الكنترولر بتاعي ستريكت قوي، ممكن استخدم الانترسكشن، عشان الانترسكشن معناه ان انا بحط قيود اكتر، صح؟ زي ما قلنا كده كتير، فالانترسكشن بيحط قيود اكتر فهبقى ستريكت اكتر. بينما اليونيون بيديني ريلاكسد كونديشنز اكتر، فممكن لو انا عايز اعمل كنترولر مش ستريكت قوي اعمل يونيون. طب ده ماشي، سيبك من الكلام ده، ممكن نقول حاجه ثانيه احسن. ممكن اقول ان لو الرولز دي كلها اندبندنت على بعض، يعني الرولز
كل واحد كل رول بتتكلم في حاجه. مثلا اول رول بتقول لي لو الدنيا حر شغل التكييف، لو مثلا عايز اعمل كنترولر كده جلوبال كنترول العربيه مثلا، لو الدنيا حر شغل التكييف، دي اول رول. لو الرول الثانيه بتقول ايه؟ لو انت ماشي بسرعه قلل السرعه. فواضح ان الرول الاولانيه بتتكلم عن التكييف والحراره، الرول الثانيه بتتكلم عن السرعه والفرامل، فدي رولز اندبندنت على بعض. فانا عايز اعمل كومباينيشن ما بين الاثنين رولز دول، هستخدم اليونيون. انا عايز الرول دي لوحدها والرول دي لوحدها، او يعني رولز اصلا مش بتحاول تتحكم في نفس الحاجه. فلو الاثنين رولز مستقلين عن بعض مش بيحاولوا يتحكموا في نفس الحاجه، فانا هستخدم اليونيون ده. مش بس كده، ممكن يكون الاثنين بيحاولوا يتحكموا في نفس الحاجه بس في رينجات مختلفه. يعني مثلا اقول لك ايه، اقول لك لو اف سبيد از فيري سلو زين اعمل حاجه في الموتور، دي اول رول، او يعني شغل الموتور بسرعه عاليه. والرول الثانيه تقول ايه؟ تقول اف سبيد از فيري فيري فاست اعمل حاجه ثانيه في الموتور، او دوس فرامل مثلا. فالاثنين برضو اثنين رولز، الاثنين بيتكلموا عن السبيد والموتور والفرامل، الاثنين بيتحكموا في السبيد او بيبنوا قرار بناء على السبيد والموتور، وبيتحكموا في الموتور والفرامل. بس ده في رينج الفيري سلو قوي، وده في رينج الفيري فاست قوي. فممكن برضو نعتبرهم اندبندنت على بعض، واختار اعمل اليونيون بتاعه. بينما لو الرولز قريبه قوي من بعض، يعني عندي مثلا رولز عامله كده، يعني حاجه فرنج قريب قوي من بعض. رول مثلا بتتكلم، يعني سيبك من ده كده، عامله كده. الرول الاولانيه بتتكلم عن الرينج ده من هنا لهنا، والرول الثانيه بتتكلم عن الرينج ده. هما تقريبا بيحاولوا يتحكموا في نفس الحاجه. وانا عايز الاوتبوت يعتمد على نتيجه الاثنين رولز بشكل ستريكت شويه، فساعتها ممكن استخدم الانترسكشن، يعني عشان الرولز دول مش اندبندنت قوي على بعض، احنا قريبين قوي من بعض. طبعا انا عارف ان ده كلام مجرد قوي او محتاج مثال، بس الحقيقه او يعني اقصد ان الكلام ده يعني بيختلف على حسب الديزاين. كل ديزاينر بقى على حسب نوعيه المشكله هيختار يعمل يونيون ولا انترسكشن، حسب اللي هو شايفه صح. فبنقول كلام عام ان ممكن تختار ده او تختار ده، على حسب انت عايز تبقى ستريكت قد ايه، على حسب الرولز اندبندنت قد ايه، او على حسب الديزاين بتاعك انت شايفه انسب ازاي. الموضوع في الاخر كله فازي وكله اختيارات. طيب، فدي اول طريقه ان انا باخد الرولز كلها. طبعا لو عندي 10 رولز هاخد الرولز كلها واعمل لهم كلهم، يا اما اعمل لهم كلهم انترسكشن، يا اما اعمل لهم كلهم يونيون، او حتى اتصرف بشكل انا عايزه. في الاخر من خلال الانترسكشن واليونيون هكون رول واحده اللي هي النيو ستار دي، وهي اللي استخدمها في الانفرنس بالشكل الطبيعي العادي اللي احنا متعودين عليه. ده اسمه الكومبوزيشن بيست انفرنس. طيب، الثاني اسمه ايه؟ او الطريقه الثانيه اسمها انديفيديوال بيست انفرنس. الراجل بيقول لك لا مش هعمل كده، بيقول لك انا هستخدم كل رول انديفيديوالي، هعتبر كل مره ان انا عندي الرول دي بس. هعمل ايه بقى؟ انا عايز اخد الكلام ده احطه على الشمال عشان ما احنا لسه بقول له كده تبع الكومبوزيشن. طيب الانديفيديوال بيقول لك لا، انا هجيب الميو كيو 1 لوحدها كده، ميو كيو 1 اوف اكس واي، واجيب الميو كيو 2 لوحدها، والميو كيو 3 والميو كيو والميو كيو 4 و5 كلهم، وكل واحده فيهم ادخلها نفس الانبوت اللي هو مثلا ايه؟ ميو اي داش اوف اكس، هدخله هنا ميو اي داش اوف اكس، هدخله هنا وهطلع هنا ايه؟ ميو بي داش اوف واي، وادخل برضو الميو اي داش هنا، واطلع هنا الميو بي داش اوف واي. طبعا دي كده هتكون 2 مثلا، ودي هتكون 1، ونفس الكلام بقى 3 و4 و5 لحد الاخر كل بعدد الرولز اللي عندي. وبعد كده اخد الاوتبوتس دول بقى هم اللي اعمل لهم كومباينيشن. كده اخد الاوتبوتس دي، يعني ماشي نفس الاوتبوتس دول كده، هاخدهم كده معايا واعمل لهم كومباينيشن بشكل ما، واطلع هنا الميو بي داش اوف واي فعلا اللي انا هكمل عليها. ماشي؟ طيب ازاي بكومباين الحاجات دي مع بعض؟ برضو ممكن اختار اكومباينهم بالاند او بالاور، اكومباينهم بالانترسكشن او
باليونيون. فده اسمه ايه؟ ده اسمه individual based inference. ممكن اكون بينهم بالانترسكشن او باليونيون في الاخر خالص. طيب في كل الاحوال هبقى خلاص وصلت من الميو اي داش وصلت الميو بي داش. بعد كده محتاج اخد الميو بي داش دي واعمل لها ديفازيفيكيشن عشان اطلع الواي اللي هي الكريسب اوتبوت اللي انا هستخدمه عشان اكنترول الموتور او ايا كان اللي انا بعمله كنترول يعني. تمام. طيب طبعا اي كنترول انا هعمله ممكن انوع فيه بقى براحتي يعني. ممكن انوع في ازاي بعمل امبليكيشن، ممكن انوع في اختيار التي نورم اللي هستخدمه، ممكن انوع في اختيار الاس نورم اللي هستخدمه. تمام. ففي هتلاقي في ستاندردز كتير قوي للاختيارات دي عشان اختار اي واحد فيهم عشان اعمل الكنترولر بتاعي يعني. طيب احنا هناخد شويه امثله يعني على انواع مع شويه على شويه انواع كده برده شويه ناس عملوها وكل واحد سمى واحد باسمه لشويه امثله اختاروا فيها اختيارات كومباينيشنز معينه من الاس نورمز والتي نورمز والانفرنس والامبليكيشن رولز و سواء انديفيديوال او كومبوزيشن. بس احنا هناخد حبه كتير غالبا اغلبيتهم هيكونوا انديفيديوال بيست انفرنس يعني، بس في الاخر ده ممكن يتعمل عادي ما فيهوش مشكله يعني. فالفيديو الجاي هنبدا نشوف شويه امثله على حاجات ستاندردز للحاجات دي يعني.